متابعي قناة أنفاس سبور، السلام عليكم، سعداء بالتواجد معكم في حلقة جديدة. واليوم كنستضيف الأستاذ عبد الرحيم غريب اللي هو أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء وتخصص الحكمة الرياضية. سي عبد الرحيم مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا سي محمد شروق على الاستضافة وتحية للمشاهدين الكرام. وانت الاستاذ عبد الرحيم كنعرفوك يعني عندك واحد الانتاج غزير في على المستوى الرياضي على المستوى الجامعي، غنحاول اليوم باش نستافدوا منك. مرحبا. غادي نبداو اول بالكتاب اللي صدر مؤخرا، الكتاب يعني الجماعي، الكتاب اللي حاول ادماج ديال السوسيو الاقتصادي من خلال عن طريق الرياضه. لو كيف تتعرف سي شروق، انا اشتغلت لمده طويله على الملاعب الرياضيه وعلى الشغب، فاللي كانت يحز في الخاطر هو اننا كنت نشتغلوا على اشكالات اللي تيبان لك يعني اللي ما تتخلقش قيمه مضافه، ديما كيف ما كانت الامور كيف ما تطورت تكون واحد متضرر، اما الجمهور اما الناس اللي تلفات وقع الاتلاف الممتلكات ديالهم، اما الامن في جميع الحالات، بحيث انه حتى الباحث واحد الوقت يحس باكتئاب انه تيشتغل في معضلات بحال هكا. اي بوغ اون فوا بالصدفه اتصلوا بعض الاصدقاء من درب السلطان، قالوا لي راه كاينه التجربه ديال انيسياتيف انطلاقه اللي تتحملها تيبي ماروك، غيجيو لدرب السلطان درب ستادي بالضبط باش ينقبوا على يعني الشباب اللي غيستافدوا من التجربه. ايسو تخوف كسي محمد امين الزريات واحد من الطلبه ديالي، تلاقيت معاه وشفت الخدمه اللي تيدير عجبتني بزاف، معناه تيمشيو لاحياء هامشيه تيقلبوا على شباب اون سيتوياسيون دو نيت، يعني ما تيشتغلوش، ما داروش مباراة او تدريب في المقاولة، ما عندهمش شواهد، وبالتالي الادماج ديالهم تيكون صعيب بزاف، يعني ما عندهم حتى شي مؤهل. ما حاجة واحدة اللي ينتقيهم على اثرها هو الشغف ديالهم بالرياضة، وهذا الشغف بالرياضة تيحاولوا يطوروه باش يعني يخلقوا منه واحد، الا بغينا نقولوا واحد لافونتاج كومباراتيف. الوغ جاتني الفكرة، استحسنت الفكرة وقلت يمكن جو دوا ميتر ليكيب ديالي في هذا باش تتبع هذه التجربه هذه لمده سنه باش نشوفوا كيفاش غادي تطور، على اعتبار انها كيف ما كان الحل فو لا فيلغاريزي، خصنا نعرفوا بها باش الى بغات بعض الجهات تبناها، اما جهات حكوميه او لا جهات يعني متطوعين في القطاع الخاص، غادي يلقاو بلي واحد العمل اللي تنجز وما غاديش يبداو من الاول. بحال هكا جات الفكره. الوغ عييت للطلبه ديالي ديال سيت الدكتوراه، سبعه ديال الطلبه وانا هو الثامن، دونك اشتغلنا فريق ديال ثمانيه ديال الناس، وقلنا فوالا هذه هي الفكره كيفاش غادي نواكبوها. مشينا شفنا التجارب الدوليه فيما يتعلق بادماج سوسيو اقتصادي عن طريق الرياضه، تجارب ديال بعض الدول المتقدمه، دول اقل تقدما، وصوبنا لي غيد دونتروتيان ديالنا ولي كيستيونير ديالنا ونزلنا للميدان. يعني مشاو الشباب الطلبه ديالي مشاو عند المستفيدين من التجربه، مشاو عند المشرفين على العمل ديال الاوتو ديال تيبو، مشاو عند يعني الناس اللي مولوا هذه التجربه هذه، لي بارتنير ديال تيبو، ومشاو كذلك عند اولياء الامور ديال هاد الوليدات وشافوا الامور كيفاش تطورات، كيفاش كانوا من قبل وكيفاش كانوا من بعد، باش يمكن لنا يعني نوثقوا هذه التجربه هذه وتكون ابروشي. اذا الرياضه فتحت المجال لهذا الشباب للتشغيل، يعني النتائج باهره جدا، ونتمنوا يعني ان شاء الله تعمم هذه التجربه هذه، ومثلا كتب مثلا نرجعوا له وهذه القضيه تفتح لنا الباب الحديث. انت السي عبد الرحيم انت من الناس الاولين اللي دخلوا الرياضه للجامعه. قبل كانت الجامعه في جهه والرياضه في جهه، كيفاش شفتي هذه السنوات الاخرى؟ ممكن تحدث لنا على هذا الجانب هذا؟ ويمكن نقدروا نعتبروا على ان لي زاسيز ديال الصخيرات كانوا ان تورنو بون، ان هي الاطروحه ديال ربما هي نظن الاولى في الاقتصاد الرياضي، الى ايتي سوتوني في 2011،
جاو من بعد تبارك الله، هو الحكم الرياضي، الحكم الرياضي جا من بعد السي منصف اليازغي، جا من بعد السي عبد الرزاق عكاري. الحمد لله دابا الى حسبنا نقدروا نغلطوا بواحد رقم او زوج، كاينه 14 اطروحه في الرياضه، 14 اطروحه في الوقت الحالي، يعني بعد 10 سنوات. لا داعي لذكر الاسماء، ولكن راه متعلقه بالتسويق، متعلقه بالحكامه، متعلقه بالسياسه الرياضيه، متعلقه بلا بريكارير سبورتيف. يعني كانت واحد الاطروحه تحت اشراف الاستاذ رحمه بورقيه دارت في لا سوسيولوجي في كليه الاداب في الرباط. يعني كاين 14 العمل. جات جاو لي زاسيز تخلقوا بعد التكوينات سورتو دي ماستر اون ماناجمنت و غوفرنون دو سبور، وصافي تماما. وبداو الناس تيشتغلوا تيقدموا اطروحات. كان ضروري ان يعني الجامعه كخليه ديال البحث تنفتح على المحيط ديالها بما فيه المحيط الرياضي. وكان كذلك واجب على المشرفين على لو موفمون سبورتيف الحركه الرياضيه تنفتح على الجامعه. لانهم دو توت فاسون تنقول اشتغلت على الحكمه لعده سنوات، والخلاصه راه بسيطه جدا. الا بغينا نمشيو قدام خصنا نعرفوا نتعاونوا مع بعضياتنا، ماشي كل واحد يخدم في الجهه ديالو، خصنا نكملوا بعضياتنا. غير فهاد قبل ما نسولك، حتى بالنسبه للمعهد العالي للصحافه في الرباط راه حتى هو الفاتح على الرياضه، ويسير وقيل واحد العدد ديال البحوث حول الاعلام الرياضي غير هذه بين قوسين. سي عبد الرحمن، كتشوف هذه القضيه دابا دخلت الجامعه، ولكن على مستوى الميدان واش كاين شي تاثير؟ الناس استفدت من هذه الابحاث على المستوى الميداني؟ انا ما غنكونش عدمي زعما ونقول ما كاينش استفاده نهائيا. يكفي انني نذكر واحد مثل واحد. هذه سنتين ربما جيتي اسوسي على ايفالواسيون ديال ترافاي دو تيز، عيطوا لي باش نقوم تقييم ديال واحد الاطروحه قدمها واحد الشاب سميتو معاد الشاوي في المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير بمدينه السطات. نعم. الوغ واحد العمل ديال الدكتوراه اللي هو رائع، يعني ليدونتيفيكاسيون دو فان لو كلوب، اشنو غيكون الوقع ديالو على الفعاليه ديال الاستشهار. موضوع دقيق جدا. تلقى ان السي معاد الشاوي اللي هو شغوف كره القدم ومحب كثيرا لفريق الرجاء البيضاوي، ولا هو اللي مكلف بالماركي في لاكومينيكاسيون ديجيتال عند الرجاء. وغيبان لنا بلي هاد الشوط ديال السنوات الاخرى، يعني نادي الرجاء البيضاوي حقق واحد القفزه نوعيه على هذا المستوى. وانا نبغي ان جميع الانديه اللي هما مازال تيخافوا من الباحث وتيخافوا من الاطور العليا ولا هذا، يمشيو في الاتجاه اللي مشات فيه الرجاء. راه يعني الاطور العليا والكفاءات راه الا ما نفعتش ما يمكنلهاش الدر. اي موا جو بونس كو سي الشاوي لا ريفوليسيوني، احدث ثوره على مستوى التواصل في نادي الرجاء البيضاوي، ومازال يمكن غادي يعطي بزاف عاد. دونك الرياضه ما غاديش تضرر الا استفدت من او تبنى الخلاصات ديال البحث العلمي والكفاءات. فعلا احنا محتاج فعلا كما قلتي، الرياضه وخاصه كره القدم الاكثر شعبيه محتاجه البحث العلمي، وغادا تستفد منه. يعني ما بقاش يعني ساد على راسها. وفي هذا السياق بغيت نفتح معك واحد السؤال. كرة القدم المغربية عرفت دخلت الاحتراف في 2012، ولكن ما كتشوفش السي عبد الرحيم بأن ذاك الاحتراف بقى حاصل، يعني من حاصل على العقود مثلا ما بانش يعني على مستوى الإنتاج، على مستوى التدبير. والمسألة بسيطة، هذاك الاحتراف اللي تتكلموا على السي شروق في 2012 موجود في بلجيك بريكولاج. لان من تنقولوا الاحتراف تيخصك تحط واحد الخطه واضحه شموليه، ما تتجاهلوا ما تتناسى حتى شي متدخل في العمليه. بحيث انا تنقول يمكن هذا جميل، حنا فرحانين بزاف الاطر الرياضيه واللاعبين على انهم الحقوق ديالهم ولات مضمونه. ولكن هذا لا يكفي لنتكلم عن الاحتراف، حيث ان الاحتراف راه انا نربطه بالعقليه اولا. ما يمكنش واحد اللاعب ها وينعس اليوم ويفيق غدا محترف، هذا لا يمكن. والاحتراف على مستوى السلوكي راه تكوين، معناه ان الوليد منين كان في ليكول كونت ايتي دينيشي وداز لو سونتر دو فورماسيون راه
علموه اليوم انكولكي المبادئ ديال ديال ديال, ديال الاحتراف، كيفاش نفيق، كيفاش نعس، كيفاش فين عندي الحق نمشي، فين ما عنديش الحق نمشي، كيفاش ندوز العطله، اشنو خصني ناكل، اشنو خصني نشرب، بزاف يعني هذا المستوى نمط حياه ماشي. وبالتالي حنايا هملنا هذا الجانب، ناهيك على اننا ربما ركزنا على اللاعب واخا ما ركزناش عليه بالشكل المرغوب، ولكن تجاهلنا الحكام، تجاهلنا المسير، تجاهلنا كاين مجموعه من الاطقم اللي تتشتغل في في في, في الحقل الرياضي، واللي يعني المساهمه ديالها يمكن لا تكون مهمه. نهار فيلبس مشى جاب حصد ميداليه ذهبيه، راه غير على مستوى الطب مشاو مع 6 ولا 7 ديال ديال الاطباء، الا غير كل واحد تيربحوا واحد سنتيم دو سكوند. هذا هو اللي لنتاج القضيه الاحتراف. دابا عندك لاعبين محترفين بالملايين، ولكن على مستوى التسيير باقين هو يعني دي بينيفول، باقين في اطار جمعيه حتى شي ديال الشركات الرياضيه، راه هو كيعرف واحد التعطر، واحد التاخير. بالنسبه اللي تكلموا على الرياضيين مؤخرا، الحادث كثر على خاصه في قانون الماليه 2021، يعني ان الرياضيين غادي يصبحوا يخلصوا الضريبه، ولكن واحد العدد من الامور باقا غامضه. كيفاش كيبان لك سي عبد الرحيم هذا الموضوع هذا، ولا عندك شي زوايا ديال التوضيح؟ المساله بسيطه، يعني الا مشينا لو دووا كومان تنشوفوا الضريبه على الدخل، اي مواطن مغربي منين تيوصل 2500 درهم في الشهر يصبح ملزم بالاداء ديال الضريبه. قل من 2500 درهم تيطبق عليه لو طو مارجينال ديال 0%، يعني معفي. الوغ منين تنجيو نشوفوا ربما اللاعبين، ما نعموش، كاين واحد مجموعه كبيره على مستوى الصفوه تيربحوا اكثر من هذا القدر هذا. بالتالي المواطنه في اعتقادي لا تكتمل الا باداء الضريبه. يمكن عاش القطاع واحد السنوات ديال التملص لدرجه انه ما بقاش تيقبل حتى الفكره انه يولي خاضع للضريبه. ولكن انا تنقول ما نبغيش نجي واحد النهار نقولوا للرياضي خلص الضريبه، نبغيو انها الضريبه تجي في امباك، تجي في امباك سوسيال، معناها غنقولوا غتخلص الضريبه، ولكن مع الضريبه راه عندك التعويض على المرض، التعويض على الحوادث ديال الشغل لانه تيشتغل عنده عقد ديال العمل، وكذلك التقاعد هو المهم بزاف، لانه دو توت فاسون خص القطاع ديال الرياضه بغينا ولا كرهنا يكون التعامل معه واحد التعامل خاص، على ان على اعتبار ان الرياضه بحال البطاقه ديال التعبئه. لا بيريود دو فونكسيون اي تري كورت، وتيلقى راسو ربما في 30 سنه ولا 31 سنه هو متقاعد. اذا خصنا كذلك يفو فيغ لا سونسيبيزاسيون بارابور لا بريكاريير سبورتيف. اما الضريبه يعني راه كانت خصها تخلص من شحال هذه، والدوله كانت متسامحه بزاف مع مع الانديه الرياضيه، وحتى جات الضريبه جات بواحد الطريقه سلسه، يعني كاين واحد المرحله الانتقاليه ديال 5 ديال السنوات، الوغ نبداو باعفاء ديال 90% وندوزو الاعفاء ديال 80% 70% 60% وغادي نحبسو في 50%. معناه دابا ما كاين لاش رياضي يكون متخوف. انا نقول لك راه المشروع بدا من 2012. وي اللي تيشد نقولوا ناخذ رقم بسيط. نعم. رقم بسيط واحد رياضي نقولوا الدخل ديالو السنوي، الدخل ديالو السنوي هو نقولوا 360 مليون، راه ما ساهلاش 360 مليون بالنسبه لهذا العام، يلا غير خد على الضريبه على العشور. وشنو هاد العشور؟ هو 36 مليون. 36 مليون. هاد 36 مليون نقسمو على 12 شهر. 36 مليون. هاد 36 مليون نقسمو على 12 شهر غادي تجينا واحد 3 ديال 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 المليون. ديال المليون. الوغ غنطبقوا على لو طو مارجينال غيكون ديال 38%، ولكن ما ننساوش بلي 360 مليون راه واحد الى حيدنا 36 بقات لينا 324، ما خدعتش نهائيا الضريبه، ما تقاصتش نهائيا، وديك الشويه اللي بقى غادي غيخدع الضريبه على الدخل اللي هي تصاعديه. حتى ال 2500 درهم في الشهر عندك واحد، عندك 0% تدوز ل 10% ثم 20% ثم 30 ثم 34 ثم 38، ولكن واحد النسبه كبيره، يعني حتى غادي تدوز كاع المرحله الانتقاليه غتولي ديك الدخل ديال الرياضي تنشدو النص ديالو تنقول له هذا حاله طيبه ما نهضروش معك فيه. وهذا الشيء اللي بقى غادي نطبقوا له
الباغيم ديال ليير اللي تنطبقوا على جميع المواطنين المغاربه. كنتمنوا في هذه المرحله الانتقاليه بزاف الامور هذا توضح لنا، لان حاليا بزاف النقاط ديال الغموض، ما عرفتش شكون اللي خلص، واش المسير لا 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 اللاعب لا، الامور واضحه. كاين الناس اللي ما تيديروا راسهم ما بغاوش يفهموا انايا غادي نقول انا الرياضي او لا لاجون دو جوور ما بغيتيش كاع تدخل في هذه الحيثيات. منين غادي تتعاقد غادي تقول لهم جو فو توشي ان نت دو واحد الدخل صافي دو كذا وكذا، وخلي النادي منه يتفاوض على الاجر الصافي. الاجر الصافي وديك الساعه ديك الاجر الصافي هذا ما نسميه باللغه الفرنسيه لو سالير روفوني، حيت كاين لو سالير كو الي روفوني بور رياضي هو كلفه بالنسبه للنادي. اكيد ان الاجر الكلفه غيكون اكبر بكثير من الاجر الدخل، على اعتبار ان يعني الى انا غادي نقبض واحد لاسوم اكس، النادي غنكلفها واحد لاسوم ايكغيك اللي زايده على اكس بالمقدار ديال الضريبه، والنادي غادي يستخلصها وغادي سي اون غوتون لا سورت اقتطاع عند المنبع وغادي يعطيها لا بيرسيبسيون. يعني ما كاين شيء، وهذا الشيء راه بازيك، راه تمشي للفيدوسيير بسيطه فيها ناس التكوين ديالهم بسيط، راه تيعرفوا هذا الشيء ديال ليير زعما مزيان، ما فيه لا اشكال لا حتى شي حاجه. وواحد القضيه، واش ما كتشوفش بان اللاعبين ما عندهمش تمثيليه دابا؟ يعني غير ممثلين في شي مثلا في شي جمعيه تعاضديه ونقابه. سي محمد، اللي جميل في الوباء هو انه فيقنا لواحد المجموعه ديال الانماط ديال التكوين، مثلا التكوين عن بعد اللي كنا حنايا يعني كاين في دول اخرى ولكن ما كناش نفكروا فيه، دابا ولا تيفرض نفسه. كنا تنقولوا الرياضي المحترف ديك الضغط ديال التدريب 6 7 بعض المرات 8 ديال السوايع في النهار، صعيب انه يمشي للمدرسه باش يتلقى تكوين. دابا المدرسه تتجي عنده حتى لا شومبر ديالو، حنا تنعرفوا هذا الرياضي المحترف راه تنمشيو عنده باش نلعبوا الاستمارات ولا هذا، زعما عندهم تيساليو التدريب تيبقى عندهم ما يدار، تيدخلوا لي شومبر ديالهم تيبقاو يشوفوا المواقع ديال التواصل الاجتماعي وتيضيعوا بزاف ديال الوقت. معناه يقدروا يكونوا دي فورماسيون سيرتيفيون ا ديستانس، نعلموا هذا الرياضي القانون ديالو بعد الحقوق ديالو، نعلموا كيفاش يتكلم ونعلموه اللغات، ونقدروا نعلموه جو سي با، نعلموا شويه ديال الاعلاميات وربما شويه ديال المحاسبه، ومنين غادي يسالي غادي يلقى عنده واحد المجموعه ديال المقابلات اللي غادي تيستولوا الامور. غادي نرجعوا ثاني لمساله سي عبد الرحيم ديال الادماج. صحيح، ادماج عن طريق الرياضه. بغيت نسولك على هذوك الابحاث، واش يبقاو حابسين ديال الرفوف ديال الجامعه ولا يعني تيبان لي انا هادشي خصو يخرج. لا، هادي سي محمد ماشي المسؤوليه ديال الباحث. لا. الباحث تيقوم بواحد البحث يمكن المعاناه ديالو ما تتختلفش على المعاناه ديال واحد المجموعه من الفاعلين، بحيث انه دابا النشره معضله. نعم. النشره معضله، تتقلب ادغواتي اكوش باش العمل اللي كيرى النور. منين تيتصوب واحد العمل بون الجهد ديالك شنو غادي دير؟ غادي دير مثلا جورني دو بريزونطاسيون دو فولغاريزاسيون، الاخوان الصحافه تيتكلموا عليك العمل، ولكن الجهات الرسميه او الجهات المسؤوله هي خاصها تقلب على العمل. انا تنعتبر بالاخص الناس المسؤولين السياسيين على الرياضه ما تيقراوش. وهذا يعني معضله. ما تيقراوش. دابا كاين شحال هذيك كنا تنقولوا ما كاينش اعمال، دابا كاين اعمال والجوده ديالها عاليه جدا. وانا عطيتك المثال ديال الشاب معاد الشاوي، وانا تنقول لك 14 الاطروحه كاينه، يعني على الاقل هذا 14 غيكونوا منهم واحد 7 ولا 8 الجوده ديالهم عاليه جدا. بالتالي وهذه رساله عاوتاني كنبعثوها من خلال الحلقه هذه للناس المعنيين بالامر المسؤولين، مش انهم ينفتحوا على قيصناش باش تعمم الفائده ذاك البحث اللي وقع فيه واحد المجهود. سي محمد، واحد المره غادي نرجع نقول لك 2008 ولا 2009 كنت مؤتمر علمي في غرونوبل مع السي محمد قعاش الله يزكي ليه العمر، مشينا للمؤتمر ديال الحكمه الرياضيه، وبقى فينا الحال حنا كمغاربه شفنا الناس كيفاش تيشتغلوا. شفنا في مؤتمر علمي كاين جاو الناس ديال الموفمون سبورتيف ديال الحركه الرياضيه، كاين يعني انديه، كاين جاو الكليه يعني المكان ديال العلم وديال البحث العلمي. الوغ جاو الانديه، جاو لي ليغ، جاو الجامعات، وجاو لي زيلو، جاو المنتخبين، بحيث انه الانديه والمنتخبين بحال تيمشيو نقولوا لواحد المصنع تيقول لهم فوالا هذه الاشكاليه اللي عندنا، بغينا المختبرات ديال الجامعه يشتغلوا لينا عليها، والناس تيخدموا
وتتكون الجامعه فعلا ديال البحث العلمي في خدمه الاقتصاد وفي خدمه الوطن. ايوا نتمنى وتحنا ان شاء الله ان شاء الله احنا دائما متفائلين شويه بشويه. قالت السي عبد الرحيم قالت كلمه مفتوحه ليك الا بغيت مثلا شي حاجه بغيت تستغل الفرصه هذه وتدوزها في هذا البرنامج هذا. انا نبغي نقول يعني غير الفاعلين هو ان الباحث راه يعني الطموح ديالو ما تيمشيش او دولا دو سكيل اونتربون طون كو شيرشور، لان بعض المرات كتنحسوا بواحد كاين واحد شويه ديال التخوف تيتمارس عندنا تعتيم مثلا، واخا دابا الحق في المعلومه ولا هذا يعني حق دستوري، حنايا الماده الاوليه ديالنا هي المعلومه، فما غادي حتى شي واحد ما يخسر شي حاجه الا عطاني ديك المعلومه اون فالا تريتي وغادي هذا باش نخرجوا بها خلاصات، وديك الخلاصات تعود بالنفع على الجميع. شكرا استاذ عبد الرحيم غريب، انت استاذ بالمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير تخصص الحركه الرياضيه، كنشكرك بزاف. شكرا جزيلا. تحياتي للمتابعي قناه الفاسبور، وموعدنا في حلقه مقبله ان شاء الله.